في مقال مطول لإسكندر بوتشكاراف، فإن روسيا تحاصر أوروبا نبني أنبوبا من نيجيريا عبر الصحراء. تظن أوروبا أنها تحاصرنا عبر عقوباتها، كل يوم هناك عقوبات جديدة وفي كل وقت يحاولون التأثير على الدول المحايدة. لا أبدا، نحن نحاصرهم. العقوبات لا تمزق اقتصادنا، والدول المحايدة تقريبا وبشكل مفتوح إلى جانبنا، وأساسا بريكس في حدود 3/4 العالم. واستطرد ليقول في مقاله إن نيجيريا بلد أفريقي كبير في هذه القارة ب210 ملايين نسمة، أكبر منا، الدولة الأولى في أفريقيا والسادسة في العالم. بلغة الاحتياطات قد تتجاوز نيجيريا الجزائر، وهي خامس مصدر في العالم، وهناك غاز في نيجيريا أكبر من فنزويلا، وهي الخط الثامن في العالم. ومقارنتها بالنرويج التي ينظر إليها في أوروبا على أنها الاحتياط الأكبر، هناك 2 مليار متر مكعب. بخلاصة، نيجيريا غنية بالغاز ولكنها فقيرة بالجوار، وأوروبا هي الحل، وفي خط من 3000 كيلومتر مع البحر الأبيض المتوسط. هناك حل، وهناك حل آخر أيضا يتجاوز الصحراء الساخنة وعمق المحيط الأطلسي. هناك دائما إشكال جبهة تحرير دلتا النيجر، والإجابة فاغنر، والكاتب يدعم خط الغاز عبر المحيط الأطلسي نحو إسبانيا. في نفس الآن يرى أيضا أن هناك إمكانية لخط آخر نحو إيطاليا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. كاتب روسي قريب من المخابرات يؤكد أن روسيا عندما تدعم خط نيجيريا إسبانيا عبر المحيط الأطلسي، فهي ترغب في جعل كل هذه الدول المحايدة إلى جانب روسيا. الأمر نفسه مع أهم عنصر بالنسبة لخط نيجيريا باتجاه الجزائر ونحو إيطاليا، خط نيجيريا إيطاليا كما يسميه، والخط الآخر خط نيجيريا إسبانيا كما يسميه، هذا عبر المحيط الأطلسي والآخر عبر البحر الأبيض المتوسط. واقع الحال أن الجزائر استطاعت أن تفوز في مناورة مع روسيا من أجل جعل نيجيريا وإلى جانب الجزائر مؤهلتان، دولتان مؤهلتان باتجاه بريكس. إذن أول ما يرغب فيه الآن الروس عموما هو جعل نيجيريا وهذا الخط عبر النيجر والجزائر وإلى إيطاليا خط إفريقي يسمى خط بريكس، يعني أن كل هذه المنطقة ستدخل بريكس، أو على الأقل هي محايدة بما يكفي، لأن 3/4 على حد ما قال 3/4 العالم الآن هي دول محايدة. من الاتجاه الآخر فلا بد في نظره أيضا من الإبقاء على نفس هذه الدول وأن تكون روسيا أطلسية. هذا هو الثمن، ثمن دعم روسيا لهذا الخط من نيجيريا إلى إسبانيا عبر المحيط الأطلسي. روسيا تريد أن تدفع ثمنا مباشرا وعبر الغاز وعبر هذا الخط من أجل أن تبقى أطلسية. الأمر اليوم أنه وبعد ما حدث في القرقرات أصبح واضحا أن ما سمي بأفريقيا الأطلسية بعيدة عن الجزائر، وروسيا تريد أن تبقى في الأطلسي، ولذلك فهي تسعى أن تكون هناك، تريد أن يكون ممثل عنها وعبر فاغنر. هنا يطرح سؤال، يقول الروس بصراحة إن دلتا النيجر لا يمكن بأي حال لن يكون لها أي أثر مع فاغنر. فاغنر هي التي حمت الآن في باماكو، وأيضا وهذا هو المهم، ونقلا عن الوطن الجزائرية.
الوطني الجزائرية نقل منها الكاتب وجميع وسائل الإعلام الروسية أن فاغنر دخلت في شهر فبراير 2021، دخلت فاغنر إلى نيجيريا. هذا الخبر ركز عليه وبشكل كبير جدا، ليس هذا الكاتب وحده، وإنما جميع الصحفيين لديهم هذا المنهج، بأن روسيا تفكر استراتيجيا في نيجيريا باتجاه بريكس، إلى جانب ما يسمى بخط بريكس إلى جانب الجزائر، والجزائر عليها عموما أن تصل مع روسيا إلى تفاهمات تجعل من فاغنر جزء لا يتجزأ من صناعة المشهد، وهذا ضروري. قد يكون الوضع مختلفا في ليبيا، ولكن قد يكون أيضا مقبولا في باقي المنطقة، خصوصا أمام الاستراتيجية الجديدة التي ينهجها بوتين. واقع الحال إذن أن هناك وساطة جزائرية بخصوص عدم التأثير على انتخابات إيطاليا، انطلاقا من ضخ المهاجرين وإرسال المهاجرين والضغط بهم على الانتخابات الإيطالية، فكان واضحا أن بوتين استجاب إلى مثل هذا الوضع، بحيث أن فاغنر يجب أن يتحكم فيها الروس، وهذا واقع الحال. ومنذ فبراير 2021 وبعد دخول فاغنر إلى نيجيريا، أصبح واضحا أن إمكانية ضبط الخارطة هذا أمر وارد، وبالتالي فإن ما سيكون عليه الحال أيضا من نيجيريا النيجر وباتجاه الجزائر أيضا ستساهم فيه فاغنر انطلاقا من نيجيريا، ويحاول الفرنسيون جهد الإمكان احتكار ما لديهم عبر النيجر، يعني الورقة الأساسية لفرنسا في النيجر. ورغم كل هذا، فإن روسيا تتحفظ من هذا الدور الفرنسي الواضح في قضية هذا الأنبوب، وهي تريد أن تجعل منه أنبوب بريكس بالأساس، وهذا هو التطور الذي تريده روسيا. المسألة الأخرى أنها لن تدعم ماليا، وهي ترى أن مثل هذه الإمكانية أيضا واردة بالنسبة لخط نيجيريا إسبانيا، وهكذا فالكاتب يختصر الوضع بخط نيجيريا إيطاليا وخط نيجيريا إسبانيا. إذن بالنسبة له على الأقل، هذا الخط نيجيريا إسبانيا يدعم بشكل كبير جدا فاغنر والسياسة الروسية في غرب أفريقيا، لا يبعد روسيا وأثرها عن أفريقيا الأطلسية. المسألة الأخرى والثالثة، أن هناك تأثير على الدول المسمات محايدة، كل هذا يخدم بشكل أكبر استراتيجية روسيا. وهناك الآن خطان يخدمان روسيا في أفريقيا، نيجيريا عبر النيجر، الجزائر إيطاليا، أو نيجيريا إيطاليا. نجد أن مثل هذا الخط هو خط بريكس، المنتظر أن نيجيريا تكون قوة إلى جانب جنوب أفريقيا في بريكس، وهكذا فالجزائر ونيجيريا أو ما سمي دائما بهذا القطب معروف بالجزائر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، وهذا معلوم ولو في الاتحاد الأفريقي، وهذا هو خط بريكس في نظر الروس. لذلك فنيجيريا أخذت على نفسها أن تكون جزءا من الحياد ومن سياسة الحياد، ولن تكون أمريكية، وبالتالي فإن نادي بريكس مفتوح لنيجيريا والجزائر وجنوب أفريقيا، وهكذا ينتقل هذا الوضع إلى بريكس. المهمة الأخرى والشديدة التي يريد من خلالها دعما ماليا لمشروع نيجيريا إسبانيا، فالأمر يتعلق بما ذكرناه، وخصوصا دور فاغنر ما بعد مالي في الوصول إلى الأطلسي، وفاغنر في غرب أفريقيا، والدور الذي يريده الروس في أفريقيا الأطلسية والوصول إلى الأطلسي.
هذا الذي يريد الأمريكيون حرمان روسيا منه يريد بوتين الوصول إليه، وهذا هو الوضع المشتبك للغاية في استراتيجيتين يناور بهما بوتين. فبوتين يريد أن يربح ولديه استراتيجية قوة عظمى، لذلك فهو يلعب ويعرف كيف يمكن الوصول إلى الأهداف. وبالتالي فإن الكل تساءل كيف لروسيا أن تدعم من جهة الجزائر وخط نيجيريا النيجر الجزائر وإلى إيطاليا، أو ما يسميه الكاتب بخط نيجيريا إيطاليا. وأيضا في نفس الوقت نجد روس في نيجيريا يدعمون بشكل مباشر هذا الخط. إن الحسابات الروسية حسابات مركبة، وتريد روسيا أن تربح على جميع الصعد، وهذا هو الذي يعمل عليه الآن الروس. لذلك فالخطة هنا قد تبدو واضحة ليس فقط في الصحافة الروسية، وإنما واضحة مع أداء بريكس باتجاه الجزائر نيجيريا وجنوب أفريقيا، وباتجاه خط آخر اسمه الدور الأطلسي أو روسيا الأطلسية. وهذا هو التفوق الاستراتيجي الذي لم يربحه الاتحاد السوفيتي في أكثر من نقطة. والآن روسيا بوتين تريد أن تدخل إلى غرب أفريقيا ومن ثم إلى أفريقيا الأطلسية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.